تبارك الله كي دايره في السوق هنايا. لو كان نقول لكم الثمن غادي تصدموا. هاي درهم درهم الكيلو. ها انت شوف انت شوف تبارك الله على هذه الخيرات تبارك الله. لو كان نقول لكم الثمن غادي تصدموا. هاي درهم ونص. تبارك الله. خويا العيوني العيوني. قول لهم هذا النهار وحضر. شحال هذا النهار؟ قول لهم بوكرون الشطون ديال قابويا هو 260. 260 تبارك الله. قول لهم حوت البلاد. وهذا شحال هذا؟ ديالك غادي. عمي محمد شحال شد هذا جديه؟ 70000. تبارك الله يسخر لك عمي محمد الله يسخر. صباح الخير عليكم اخوتي. تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما عودناكم كل مره نجيب لكم فيديو جديد عبر قناه عبد اللطيف القنوري. الان حنا كنتواجدوا في السوق الاسبوعي لعيون سيدي ملوك. تحياتي الناس العيون، ناس توريد، ناس بركه، ناس وجده. ما تنساوش اخوتي البارطاج الاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. وغادي ندير واحد الجوله خفيفه هنا في السوق الاسبوعي ديال العيون سيدي ملوك باش نشوفوا الاجواء كي دايره، الاثمنه ديال الخضر والفواكه. وخليكم معنا اخوات. تحياتي. 3 دراهم البطاطا. يلا شكون قال شكون قال شكون قال؟ والله الا عندكم الرخاء هنا يا خويا على بركان. والله الا الرخاء. تبارك الله. نشوفوها من تبع حتى لهنايا ويبيعها بالرخاء. تبارك الله. ها شوف لفت بشحال السبله؟ 60 دور. 60 دور. والزروديه؟ 50. الزروديه ب 50 تبارك الله. الفول؟ 70. الفلفله؟ 5 دراهم. الفلفلة خليتها في السوق بسبعة ثمانية. الحمد لله على هذا. طلبوا الله يجيب الرحمة. شوف فيها وجهك تبارك الله. شوف شوف السوق عيون سيدي ملوك شحال دارت العزيز؟ 5 دراهم تبارك الله. اللهم بارك ما شاء الله. النفيل شحال دار؟ 6 دراهم. 6 دراهم يبان لي الحلاوه ما شاء الله. الله يبارك. ها لافوكا. لافوكا شحال دارت؟ 400 تبارك الله. شوف شوف الرخاي خلع تبارك الله في السوق الاسبوعي ديال عيون سيدي ملوك. البطاطا 4 دراهم وهذه 4 دراهم. كي داير هذا النهار السوق؟ كاين شي اقبال؟ كاين شي رخاء؟ كاين شي كاين شويه صح. كاين رخاء الحمد لله. البركه ما تخطاش ياك. البركه ما تخطاش. خص غير اليد. واخي كاين الرخاء بنادم ما عندوش حركه شويه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا نطلبوا الله يجيب شي رحمه. كلشي متوقف على الشتاء. ربي ينزل الرحمه ديالو صافي كون فيكون. الله يجيبك التيسير. الله يحفظك. شوف الشيفلور بصله خاص غير اللي يشري ياك عمي محمد. شوف الله حتى واحد القضيه هنا في السوق الاسبوعي ديال العيون كاين الرخاء تبارك الله العكس على بركان وجده على الاخر. لقاش انا كندير السواق بزاف الله حتى هنايا كاين شويه الرخاء. شنو هو السبب يعني ديال هذا؟ غير على حساب ابو الماء قدر فهم حساب بركان داك الشيء كيفاش على حساب بركان. على بركان. كذاك صراحه كتجي هذيك الخضره هذيك كتجمل كيجو منا ومنا مزيان. الله يسخر الله يسخر. مي البطاطا والفلفلور كتكون داكشي وطني وطني. الله يجيب التيسير. شكرا شكرا. الجبانه هنايا 180 شوف تبارك الله. شوف يا سلام ما شاء الله الله يسخر. يباونه يباونه بشحال؟ يباونه 50 دولار. 2 دراهم ونص. اللي بغى التوير تبان مزيانين. لا لا تبان بخير. شوف 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 تبارك الله. شحال لفت؟ شحال 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 70 دولار. شوف تبارك الله 40 70 3 دراهم ونص. لا وليدي شرينا. انا زينا زينا واش اللي تكبر تصحاب الخارج. شوف شوف تصحاب الخارج. سيدي هذه هي الاجواء ديال السوق ما شاء الله. خيرات موجوده اللهم بارك. خيرات الله غير مزلعه. شوف تبارك الله. شوف 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 اللهم بارك. الله يقوي الخير يا رب العالمين. الله يقوي الخير ما شاء الله. هذه هي الاجواء ديال السوق الاسبوعي لعيون سيدي ملوك ما شاء الله. البروكولي تبارك الله شحال شحال دار الصدق؟ 11 درهم ولكن الطراوه والجوده تبارك الله. شوف البروكولي هذا او البسباس اللتشين شحال دار اللتشين؟ 7 دراهم. شوف تبارك الله كلشي بان لي نقص غير اللتشين اللي بقى شاد شويه السوق. السمانه الثانيه يا صافي راه ما بقاش تبارك الله عليكم الله يحفظك.
فلفله. السلام عليكم. الله يحفظك. فلفله شحال دارت العز؟ 7 دراهم. يبان لي الطراوه تبارك الله. داك الشيء طريو وهذاك. شوفوا شوفوا الزروديه تبارك الله كي دايره في السوق هنايا. لو كان نقول لكم الثمن غادي تصدموا. هاي درهم، درهم الكيلو. ها انت شوف، ها انت شوف تبارك الله على هذه الخيرات تبارك الله. اللهم لك الحمد، الحمد لله، اللهم صل عليك يا رسول الله. شوف تبارك الله الخيرات تبارك الله اللي كاينه في السوق هنايا ديال العيون سيدي ملوك. هاي لو كان نقول لكم الثمن غادي تصدموا. هاي ها درهم ونص. زينه زينه ولد تبارك الله. وا ديال السليق وفرح البز. اسيدي هاد الثمن هذا راه ما كاين حتى في شي بلاصه اخويا بصراحه. شوف شوف اخويا هاد الخير هذا تبارك الله في 60 دورو. وي 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 الحمد لله الحمد لله. كي داير هذا النهار السوق؟ كاين شي اقبال؟ كاين شي حركه؟ كاين شي؟ الحمد لله المشاكل كتسلكوا معنا. الحمد لله الحمد لله. اجرك عند الله. انسان يقنع ويبيع ياك، يقنع ويبيع. واه ديال الله جرب. الله يحفظك. تحياتي للناس العيون. الله يحفظك سيدي. ما خوك العيون سيدي ملوك. سيدي ملوك تبارك الله. 50 دورو البطاطا. اوي اي اي شوف 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 50 دورو البطاطا. شوف عيشه المسكين عيشه. يا سلام يا سلام. وهذا الشيء الا في العيون سيدي ملوك هنا في السوق. ما شاء الله ما شاء الله. البطاطا تبارك الله قداش؟ شوف تبارك الله 2 دراهم الكيلو تبارك الله. شوف الراس قداش؟ شوف ها هو روح تسوق، روح روح. ها ما شاء الله ما شاء الله. ها بلاتي ديروا طويره ان شاء الله. واش راك تصور ولا راك؟ انا نصور ونشري كاع بزوج. هاي المطيشه 5 دراهم. السوق اسبوعي ديال العيون سيدي ملوك. الفول بشحال دار؟ 60 سبيت. الله يحفظك. الحمد لله على هذه الخيرات. راه الدواء شويه تنقص شويه. الحمد لله الله يحفظك. 10 دراهم الجلبانه في السوق الاسبوعي ديال العيون سيدي ملوك تبارك الله. اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين على هذا الخير هذا تبارك الله. الخيرات موجوده، خاص غير اللي يشري. ها شوف الخير تبارك الله. علم الخيرات تبارك الله. ها اللوبيا شحال دير الكيلو؟ بسم الله 2300 في السوق الاسبوعي ديال العيون سيدي ملوك. الخير موجود. الحمص شحال دار هاد النهار؟ هذا شحال دار؟ 2700. الله مالك. الحمد لله الحمد لله. نخلصك اخويا الحر يرحم والدين. ها هي شويه ديال السردين في السوق الاسبوعي ملوك. هاي الله يحفظك. شكرا. ها هي العصا. الله يحفظك. الخيرات الله موجوده. شحال الثمن ديال الشويه؟ 300 دورو السوق الاسبوعي ديال العيون سيدي ملوك تبارك الله. كي داير هذا النهار السوق؟ شويه اقبال شويه حركه. شويه راك عارف البركه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يجيب التيسير. الله يحفظك. بارك الله. الخيرات موجوده تبارك الله. جميع الاعشاب وجميع التوابل تبارك الله موجوده. الحمد لله. اللهم لك الحمد. البيض البلدي. هو الخروب. السكوب شحال دار هذا النهار؟ 5 دراهم تبارك الله. الله يرحمنا في الشتاء. امين رب العالمين. الله يرحمنا. دير دير جيت صور. شحال دار السردين هذا النهار؟ 260. 360 تبارك الله. 13 درهم الحمد لله على الخيرات. الحجله الحجله اخويا شحال دار؟ طيب الله عبد الله تبقنولي. تبارك الله عليك. الله يحفظك. شكرا شكرا. نديروا الاجواء ديال السوق. الله يحفظك. العيون الشرقية قول ضروري ضروري. ها هو الخير جديد اخويا. بري بري. العيون الشرقية قول له. تبارك الله. العيون الشرقية حي المسيرة النمرة 12. هاك قول لك غير الحجر ما فيه. ما كان غير انا فا. ايه انا فا. اخويا العيون العيون. قول لهم هذا النهار وحضر. شحال شحال هذا النهار؟ قول لهم بكره الشطون ديال قابو يا هو 260. 260 تبارك الله. قول لهم حوت البلاد. وهذا بشحال دار؟ ديال اكادير 400 دورو 20 درهم بريكا. كاين البوري ديال الداخله 300 الحبه 260. هذه بريكا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الخيرات الخيرات. كاين بوكرونس الخيرات. 12 درهم السوق الاسبوعي ديال العيون. بارك الله فيك. الشيفلور الفلفله
الحمد لله على هذه الخيرات. بطاطا هي اجواء السوق الاسبوعي ديال العيون سيدي ملوك. الحمد لله، اللهم لك الحمد. شويه الرخاء بعدا الحمد لله. الله يبارك، الله يبارك. خيرات مولانا، تبارك الله. شحال الفجل؟ هو في سوق اسبوعي ديال العيون سيدي ملوك، الخير موجود تبارك الله. الله يبارك، الله يبارك. بروكولي، الزروديه، كل شيء موجود الحمد لله. هذه بشحال دير؟ بصله؟ جوج دراهم الوحده. الشالوطه هي مريقله، جوج دراهم هي. خيرات مولانا تبارك الله. ها انتم العيون سيدي ملوك تبارك الله. الله يبارك. الله، هذا هو السوق الاسبوعي ديال العيون سيدي ملوك. العيون سيدي ملوك، الله يحفظك. شحال هذا الخير هذا؟ 60 درهم تبارك الله. هو في السوق تبارك الله. ولا تشي بشحال داير هذا النهار؟ شي داير 7 داير 7 هكذاك. الخير موجود تبارك الله، خاص غير اللي يشري. الحمد لله، الله يحفظك. لا عندنا الاخر ناقص، دعوة شويه مزيانه. لا اللتشين غالي ناقص. واش ناقصه؟ هو اللتشين بس بركان ما بقاش ينتج الشيء بزاف. علاش؟ بس راه الفرشه المائيه نقصت بزاف. واه نقصت، لانه الساقيه بلعت، واش غادي يطلع هذا الشيء؟ واه يحفروا الحواسي. الله يجيب شي رحمه من عند الله سبحانه وتعالى. الله يحفظك، شكرا بزاف. هذه البلاصه هذه هنايا ديال النقله، في بيع فيها الزيتون وجميع الانواع ديال النقلات كما كتلاحظوا، الخروب، المزاح، التشين، جميع انواع ديال الشتلات. هذه منا نبيع فيها التبن. ها هو التبن. عمي محمد شحال شريت هذه جديه؟ 70000. تبارك الله، يسخر لك عمي محمد، الله يسخر.